كده كده الحلوين، وحشتوني كتير، وكل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم عليكم. النهاردة أول سيشن معانا في رمضان، هنعمل ايه بقى طول رمضان؟ احنا هناخد معلومات من الكتاب الجميل دوت عن اختراعات المسلمين والحضارة الإسلامية، هناخد منها شوية معلومات وفي نفس الوقت نرسمها. مين مستعد معايا؟ يلا بينا. اهتم المسلمين بالقمر وأطوار القمر والكواكب، وزي ما احنا عارفين ان السنة الهجرية مختلفة عن السنة الميلادية. السنة الهجرية بتعتمد أساسي على ظهور القمر. هنلاقي هنا شوية معلومات جميلة جدا عن التقويم الهجري، وبرده هنا في معلومات عن علماء المسلمين اللي كانوا شديدي الاهتمام بأطوار القمر والكواكب. لو حبيتوا ان انتوا تاخدوا معلومات ممكن انزل لكم الكتاب ده وتقروا منه براحتكم. وزي ما احنا شايفين هنا مثلا في فوهة بركان لقوها على القمر وسموها باسم عالم مسلم ابو الوفا البزجاني. في معلومات كتير هنا اذا حبيتوا ان انتوا تقروها ممكن تقروها في الكتاب اللي انا هنزله في البي دي اف على الجروب. النهارده والايام اللي جايه هنرسم كواكب، هنرسم اطوار القمر، هنرسم حاجات كتير جدا، وهي اساسا من اول اكتشافات المسلمين واهتماماتهم. النهارده هنحتاج حاجات بسيطه، وطبعا في الظروف الحاليه يعني المتاح هو اللي هنستخدمه، لنظرا لان احنا مش عارفين نخرج او كده. الافضل للرسمه ديت الافضل هو الالوان المايه او الاكريليك. ثانيه مظبوطه كده، ده الافضل. لو مش متاح هتبقى الاويل باستل او زي الشمع كده، شويه شبه الشمع. لو الاكريليك والميه مش متاحين، لو حد صغير خالص خالص بقى 3 سنين او كده ممكن يعمل الاشكال ديت بالصلصال، وديت ايه هشرحها لكم برده. فاحنا مع بعض الفتره ديت بنعمل بالمتاح عندنا في البيت. لو انا هعمل بالوان الميه لازم اخد بالي تبقى عندي كوبايه الميه جنبي، وفي نفس الوقت في مناديل جاهزه او يعني قماشه كوتون كده جنبي جاهزه لو في حاجه، مش تبقى في العلبه ولسه بقى حاجه تقع او كده، فناخد بالنا وتبقى بمساعده ماما. وديت الالوان بتاعتي اكريليك، ديت مش ميه، دي اكريليك بتبقى قطمة شوية، وعندي برضو ألوان مية عشان لو لون كان نشف أو كده أستخدمه. هو المفروض نجيب برجل، بس لو حد معهوش برجل أو حاجة نجيب أي أطباق أو أي حاجة مدورة عندنا نقدر إن احنا نرسم بيها. يعني المتاح اللي عندنا يا ولاد في ريزيلينت ده بيعلمنا الإيه، المرونة في التعامل. ما تبقاش كل حاجة 100% بيرفكت، لأن مفيش حاجة في الدنيا 100% بيرفكت. على حسب الظروف الحالية احنا ايه بنظبط نفسنا وبرضو بنبقى مبسوطين. اول حاجة هنرسم هنا هوت زي نص دايرة كده كده، انا لسه مرسمتش يعني، دي اللي هي زي الشمس. كده كده مش عارفة باينة عندك ولا لا. كده خلاص، ونبتدي نرسم دوريات مثلا كبيرة وصغيرة. لو حاجة مش عجباني بمسح واعمل غيرها على طول، حاجة شايفها كبيرة زيادة عن اللزوم غيرها. كل شيء عندي متاح. انا حاسه انا عايزه كمان حاجه مدوره صغيره شويه، ومش عندي حاجه صغيره وما فيش برجل حواليا، ممكن ان انا استخدم ايدي مثلا بالراحه، بس ممكن تبقى بمساعده حد كده.
يعني نسهل على نفسنا على قد ما نقدر. زي انا كده مش كل الحاجات متاحة، ومش هقدر ان انا انزل ان انا اجيب حاجة. انا مثلا فجأة حاسة ان ده كبير كده شوية، ممكن ان انا امسحه. مفيش استيكة، مش مشكلة، انا يعني اعمله كده. وفي الالوان ده مش هيبان. كل اللي قصدي ان احنا بنسهل على نفسنا، المتاح نشتغل بيه، اللي مش عاجبني ممكن انا اغيره طالما ان انا مستخدمه قلم رصاص. خلاص، الكواكب مختلفه في اشكالها والوانها، فاحنا نعمل ايه عشان ناخد افكار؟ نجيب مثلا موبايل او حاجه، نفتح على بنتيرس، نكتب planet drawing، هنلاقي مثلا الاشكال اللي احنا شايفينها دي. خلاص، فيل على ازرق، على لبني، بني، وفي بقع بني اغمق، الايرث، الحاجات ديت كلها ممكن ان احنا نحطها قدامنا، وعلى حسب الالوان نقدر ان احنا نتحكم فيها. اول حاجة دلوقتي عايزين نعملها الشمس، لان الشمس بعيدة، فانا مش هتضايقني يعني لو الاصفر هنا وانا طالع ارسم ممكن يتهبب معايا، مادام هو بعيد ممكن ان انا ابتدي بيه، انا كده كده مش هاجي ناحيه الشمس اصلا. تمام، فبنعمل ايه؟ بنجيب الالوان بتاعتنا، البرتقاني او الاصفر. اوكي، نحط حبه من الالوان كده، ممكن نزود كمان شويه في علب بلاستيك. تمام، ممكن لو انا عايزه افتح اللون شويه ممكن احط عليه حبه ابيض، لو انا عندي اكريليك ابيض ده برضو بيفرق جدا في اللون. وبجيب الفرشه بتاعتي، اي فرشه، مفيش بجيب قطنه، مفيش بجيب منديل، اي المتاح، مفيش بلون بالوان فلوماستر، ما فيش بنلون بأي ألوان متاحة. أعملها ميكس حلو ونبتدي نلون. خلي الاصفر بتاعي لان انا اكيد هحتاجه في بقيه الحاجات الفنيه بتاعتي. تمام كده، انا خلصت الشمس. نيجي بقى للكواكب. زي ما قلت هنختار من هنا البرتقاني مثلا، شايفين البرتقاني استخدمناه في كذا حاجه، فانا مثلا هحط لون برتقاني غامق. على فكرة ممكن الالوان الاكريليك تتحط نفسها على الحاجة اللي احنا عايزين نلونها كده. بسم الله، نحط مثلا نقطة هنا، شايفين؟ ممكن بفرشة او بستيك، دي اكريليك سميكة شوية. ولما بتنشف بيبقى فيها البروز ده. اوكي، بس احنا مش محتاجين يعني التفاصيل بالشكل ده، او ممكن ان انا اسيبها كده. ونجيب مثلا شوية اصفر من اللي احنا كنا عملناه ده، او نغمقه شوية، او نجيب الفرشة زي ما هي مش هنمسحها. طب اللي بيعمل بألوان الشمع هيعمل ميكس مع لونين، بحيث ان هو يستخدم البرتقاني والاصفر شوية، يبقوا ميكس كده على بعض،
هيدي شكل حلو، ممكن ان احنا نجربها في كوكب من الكواكب. نجيب اللون ده، واللون الغامق ده برتقاني مثلا، ونعمله مثلا في جزء من الكوكب ده، جزء صغير. انا كده خليت الطفل يتعلم يعمل درجات من نفس اللون. ممكن في نفس الوقت لو طفل كبير شوية كده كده نجيبها كده ونسيح اللون نفسه، بس ده محتاج حد يساعدنا. بألوان الشمع طلع شكله جميل، محدش يتخيل ان ده لون من الوان الشمع الاول باستيل، وده عندي الوان الاكريليك. تمام، تعالوا نرسم كوكب تاني من الكواكب. مثلا نختار حاجة لونها، نرسم الكرة الارضية بقى اخضر على ازرق. اوكي، تعالوا نجيب الالوان دي، هستخدم فرشة او استخدم فرشة تانية ونرسم الأزرق. الأزرق بتاعنا بفرشة صغيرة، مثلا نختار فرشة زي دي. اوكي، نقفلها بنقطة صغيرة مية. بس هي الكرة الأرضية مش كلها لونها أزرق، صح؟ هنجيب حتة كده فرشة تانية بس صغيرة. ونحط أخضر، ممكن أحطه على نفس الرسمة الأكريليك. هي الوان ميه بس قطمه شويه، ممكن احط هنا حبه، ممكن لو في امكانيه اطلع فوق شويه هنا اخضر. يبقى كده عندي ميكس. وبرضو لو استخدمنا الوان الخشب او الاويل باستل هنستخدم الاخضر وهنستخدم معاه الأزرق، وممكن نسيبهم زي ما هما، مش لازم ان احنا نعمله بالقطن او بحاجة. ممكن مثلا نعمل كوكب كده على بنفسجي شوية. انا مش عندي بنفسجي، اعتقد حاسه ان مفيش عندي بنفسجي، مش حاسه ان ده غامق اوي ولا ايه. تعال نستخدم كده مرة كده ومرة كده. ممكن بفرشة فاضية، ممكن برضو ان انا اخليه شوية هوموجينس. لو حب من الاطفال حب ان هو يعملها، بس الحركة دي بتبوظ الفرش، يعني ديت كده الفرشة باظت ومش هعرف كمان احط عليها لون تاني لو انا حبيت. ف يعني ممكن نعملها لو مثلا شورتش قديمة او حتة قطنة قديمة او
ممكن إنها تساعدنا. اوكي، ممكن نعمل لون تاني مثلا، ممكن نعمل دي اخضر صغير كده فاتح مثلا، كوكب فاتح كده. انا عندي كذا اخضر، عندي اخضر في سوري كمان، بس يعني نستخدم ده مثلا. عايزة أخضر غامق سنة صغيرة، حطيتها ايه على حرف الفرشة. ممكن اللي أنا رسمته ده مثلا عايزة أعمل حواليه اللي هو المدار اللي بيبقى موجود حواليه دوت، فالمدار دوت لازم اعمله بافتح منه بكتير او اغمق منه بكتير. فانا مثلا افكر ان انا اعمله لون بني مثلا، ممكن البني يبقى شكله حلو. او لو انا خايفة او حد صغير شوية خايف من استخدام الالوان الاكريليك، ممكن بعد ما تنشف خالص نعمل الخط دوت بألوان شمع عادي، حتى لو أنا ملونة كله مية. نجيب مثلا خط بني. ونرسم المدار حواليه. بس يبقى البرتقاني يبقى ناشف شوية، او الكوكب نفسه لونه حتى لو انا مش عاملاه برتقاني عاملاه لون تاني يبقى ناشف. عشان يبان ان المدار اوسع منه شوية كده، عشان تبان في الكادر بتاع الكاميرا. كده انا عملت اخضر، عملت ممكن اعمل لون ايه تاني؟ فكروا كده معايا. لو جبنا مثلا ديت يفصل، في هنا مثلا برتقاني على بني، في اللي هي الرسمة اللي احنا كنا طالعينها، بس ده بيخس. ممكن اعمل ازرق مثلا، ازرق او لبني. ممكن تيجوا نعمل ازرق على لبني مثلا. تعالوا نعمل، عندي اللبني اهو، احط هنا. ممكن اعمل حركة تانية بقى، حطيت كده النقطة في النص صح؟ صح؟ قطنة مدورة. بيبقى خلص كده الكوكب كده لو هنا اهو، بقيت التاتش الاخراني وطالع. شايفين في خطوط متنعكشة ديت انا عايزاها، يعني مش مضايقاني، ما فيش كوكب سموث. وبالنسبة للباوندري اللي حواليها، اي غلطة بتتعمل ممكن ان انا اضيعها في الخلفية، فما عنديش مشكلة. عايزين نعيد تاني، تعالوا نعيد، نحط نقطة ونحط قطنة ونلف. سهلة كده، بقت الرسمة عندنا جاهزة ناقص الخلفية. دي طريقة، بكرة هعلمكم طريقة تانية. بس برضو قبل ما ابتدي، بالنسبة للكتاكيت الكبار شوية، الشمس عايزة ازود فيها داركنس عشان تديني احساس انها مجسمة. فانا ممكن، انا استخدمت الاصفر الفاتح، فانا ممكن اجيب الاصفر الغامق ده جديد. استنى يلا نعمل دي بوكسنج. احط مثلا نقط هنا، ولو في برتقاني شويه، والبرتقاني اللي عندي مدي على فسفوري بس ذاتس اوكي. ممكن ان انا اعمل ميكس كده بالستيك،
ولو سبتها كده هتنشف على الشكل ده، بس احنا مش محتاجين الطريقة دي دلوقتي. يعني دي طريقة من الطرق بس احنا مش محتاجينها، بس انا ايه قلت ما اوريها لكم. فهنجيب الفرشة بتاعتنا، اي فرشة بسيطة خلاص، وندخلها على جوه. تبقى باينة كأنها ايه، فعلا مدياني احساس انها ثلاثية. ثلاثية ايه، انها مقسمة 3D يعني. معلش الصيام، معلش احنا لسه صايمين، وانا عارفة ان انتوا بتقطوا، عارفة ان انتوا بتقطوا، شفتوكوا. تمام كده، نيجي بقى ليه الباك جراوند بتاعتنا، نشوف احنا عايزين نعملها لون ايه. ولو انا مثلا عايزه اعمل الحته دي على ابيض شويه ذاتس اوكي، بس خلينا دلوقتي الدنيا ماشيه سهله. نعمل بقى الباك جراوند عشان بعد كده في مره تانية هخليكم تعملوها على ورق اسود. تمام، دي هنحتاجها مره من المرات، لما تبقوا مجهزينها او في الامكانيه هاتوها، مفيش مشكله. لو مش قادرين نجيبها هقولكم على افكار بديله، يعني دايما انا بقول لكم الافكار والفكره البديله بتاعتها. الباك جراوند بقى بتاعتنا، انا عن نفسي بحب استخدم فرشة كبيرة، ده انا قانونيا، بس كل واحد بيختار يعني بيحب يشوف ايه اللي بيريحه. انا عايزة اعمل الخلفية كلها على لبني، لو لبني ده مش هيبقى باين قوي، بس عموما انا هعملها لبني او ازرق غامق كده لغاية لما اشوف ايه اللي هيحصل في الاخر. فما فيش مشكلة ان الواحد ايه بيفكر يغلط، احنا ما عندناش مشاكل خالص، نغلط ونبوظ الدنيا براحتنا، نبوظ ونصلح، ما بنعملش ريستارت اكسبت لو انا فعلا عايز اطور من حاجة. هنا انا حطيت ازرق على على ازرق برضو، فجالي اللون ده، حاسة ان هو مش هيضايقني قوي لو جه ناحية الازرق، بالعكس حاسة ان هيعمل كونتراست ما بين الالوان. ممكن احط نقطة مية بريئة كده، مش هتقول حاجة برضو، بالفرشة بحط هنا نقطة مية، دي الوان اكريليك مش الوان مية. لو عندي مية اوكي كله اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم، هو المفروض يعني ان احنا نستنى لغاية لما كل الكواكب والشمس ينشفوا، بس ايه احنا مش هنستنى بس محدش يعمل زي روني. اوكي فاكرين دي لونها بإيه؟ دي كانت بشمع صح؟ الأويل باستل، عشان اللي ما عندوش أويل باستل يستخدم شمع عادي، اللي ما عندوش شمع عادي يستخدم مية، اللي ما عندوش مية يستخدم فلوماستر، اللي ما عندوش فلوماستر يستخدم خشب، اللي ما عندوش لا ده ولا ده يعملهم بالصلصال. ممكن بقى إن احنا نعمل دوريات دي بميكس كده مع بعض، وممكن نعملهم زي نص دايرة وتبقى بارزة. شوية لو حسيت ان في حتة باين فيها الخطوط
يو غلط، روني غلطت. اوعوا توضحوني وتقولوا لحد. بس انا ما عنديش مشكله، انا ما عنديش مشكله، كل حاجه نصلحها، مفيش مشاكل. روني غلطت تاني. انا هابي، انا مش بسأل لما اغلط، ما فيش مشكلة لما الواحد يغلط. بس كنت المفروض ابقى ايه، مركزة شوية، I have to be focused more عشان ما كنتش اغلط. ولما غلطت لازم يبقى انا عندي التالنت اني اصلح المستيك بتاعتي. I love my mistake، انا بحب الاخطاء بتاعتي. لو ما كنتش بغلط ما كنتش هعرف امشي بالراحه كده عشان اصلح المستيك. المستيك بتعلمني حاجات جميله، المستيك اتعلم منها اني ما اعملهاش تاني. ها ايه رايكم؟ I love my mistake. ايه رأيكم؟ في فكرة كمان ممكن ان احنا نعملها، خلاص الحركة ديت اللي هيعملوها للكيور فقط. نجيب كوباية، لو عندنا ابيض اكريليك، لو عندنا ابيض اكريليك، او عندنا ابيض شمعة، او عندنا ابيض شمعة او ابيض اكريليك زي ده، احطه هنا في كوباية. او كان في قلم ابيض، يبقى زي ده او ده او ده. لو مفيش ممكن يبقى لو عندنا ذهبي او فضي. ثواني كده، كان عندي واحد ذهبي او فضي بس انا مش لاقياه دلوقتي. بس that's okay، that's okay. مش عارفه فين ذهبي فضي ابيض، مفيش مشاكل. احنا نجيب الاكريليك، اسود اكريليك كده، نجيب فرشة ما استخدمناهاش، يعني فرشة جديدة، فرشة جديدة مش مبلولة ما فيهاش لون. لما اجي اقبلها مش هحطها في بتاعة المية، هنجيب مية جديدة. دي اهي حطيت نقطة مية سخنططة، والفرشة بقى تبقى مليانة 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 أبيض أبيض أبيض. أجيب فرشة تانية أو قلم رصاص عشان ما الدنيا مش تبوظ مني. بس أنا دي مليانة اهي، ركزوا مع روني. ها لو غلطت محدش يضحك علي. I love my mistake. اصحى يا نايم. خلصت. اتمنى تبقى عجبتكم. لو عندنا ده ممكن بقى اهو شايفين بيعمل برضو اهو، بس اهو بيعمل مفيش مشاكل، احنا ما بنزعلش. تعالوا نجرب الجاف، تعالوا ناخد بالنا ايديا دونت تاتش البتاع اهي، اهي نجوم اهي شايفين اهي. بعد ما تنشف خالص خالص هبتدي ان انا احددها بالقلم الاسود. يعني لما تنشف شوية انا هبعت لكم الصورة بتاعتها بعد ما تخلص. الرسمة بتاعتي
طبعا انا ممكن احطتها بقى بفرشة اسود، بس انا بخاف في الوقت الحالي. ناخد بالنا ان التحديد على الاكريليك او كده بيبوظ القلم، فيعني ما نجيبش قلم غالي لان ده باظ غالبا. بس ممكن بعد كده بقى ايه احدد بقلم شمع مثلا اسود، مش عارفة عندي ولا لا، مش عندي، لا عندي اهو، او قلم فلوماستر اسود، او قلم خشب اسود، او قلم بيرمننت ماركر اسود، يعني المتاح عندي استخدمه. اتمنى تبقى الرسمة عجبتكم، واشوفكم كمان شوية على الميتنج عشان نحكي بقى ونشوف الكتاكيت عملوا ايه. باي باي.